السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام عبر موجة 97 FM في حلقة جديدة من برنامجكم تراحيب، اللي الليلة راح تكون فقراته إن شاء الله تعالى غنية بمواضيع وتقارير عدة بإذن الله. يا حمد، نبدأ حلقتنا مشاهدينا الكرام بزيارة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى واشنطن ومباحثاته مع فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما ومع عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية. نتابع تقرير يلخص لنا هذه الزيارة واللقاءات التي شملتها، نتابع. عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مباحثات رسمية في البيت الأبيض. وتناولت المباحثات مجالات التعاون الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بما يحقق المصالح الاستراتيجية المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. كما وتناولت المباحثات عددا من الموضوعات الإقليمية والدولية. And how to develop this strategic relation that we have. You mentioned that we have a strong relation in military and security, and also we have an excellent relation in education as well, and other things as well. As we mentioned before, that we are investing in this country, we believe in the economy of this country and the future of this country. So this is something very important as well for us. We are all concerned about what's going on in our region. You mentioned the countries that we spoke about. Yes, we are concerned about it. We're concerned as well about the terrorist groups in our region. I think we all share the same view. The reason why those terrorist groups are growing in our region, and we have to make sure that to solve this problem, we're all fighting terrorism, and it's a must, is to make sure that the reason why this happened doesn't happen again, because it happened 2 years ago and it's happening again now. We mentioned about the situation in Palestine and about the peace process and what is the best for Palestine. And so it is the important subject in the Middle East. And we have to find a solution for Palestine. And I'm happy to learn and to hear from you that you are committed to find this peace process in Palestine. وكان سموه قد بحث مع دولة السيد جو بايدن نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، وذلك خلال إفطار العمل الذي تم بمنزل السيد بايدن. وقد حضر الإفطار عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين. وقد استقبل سموه السيد جون برينن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في مقر إقامة سموه بواشنطن. كما واستقبل حضرة صاحب السمو في مقر إقامته السيد جيه جونسون وزير الأمن القومي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث جرى استعراض لأوجه التعاون بين البلدين الصديقين والمسائل ذات الاهتمام المتبادل. حفظه الله إن شاء الله في حله وترحاله سمو الأمير المفدى. مشاهدينا، ننتقل إلى الشأن الأكاديمي، حيث اختتمت مؤخرا فعاليات القمة الأولى لجامعات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تنظمها جامعة ومؤسسة التايمز للتعليم العالي، واستضافتها جامعة قطر على مدار يومين. لمعرفة المزيد حول هذه القمة وأهم نتائجها، معنا في الاستديو الدكتور حسن الدرهم نائب رئيس جامعة قطر للبحث. في البداية نرحب فيك دكتور في برنامج ترحيب، ونحييك في قناة الريان. الله يحييكم ويبقيكم، يا مرحبا. الله يحييك. قبل أن نبدأ معك حوارنا دكتور ومعاكم مشاهدين الكرام، راح نشوف تقرير يلخص لنا فعاليات هذه القمة والتي تعنى بقضايا تصنيف الجامعات وتعقد للمرة الأولى في قطر، نتابع.
تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، انطلقت أعمال قمة التايمز للتعليم العالي لجامعات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تنظمها جامعة قطر على مدى يومين بالتعاون مع مجلة التايمز للتعليم العالي وبمشاركة نحو 200 أكاديمي من مختلف جامعات العالم. طبعا هذا المؤتمر يعتبر المؤتمر الأول لقمة جامعات اللي يسمونها المينا ريجن، اللي هي جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع التايمز هاير إدوكيشن اللي تعتبر من أحد الجهات اللي تقوم بعمليات التصنيف. وهذا اللقاء كان الهدف من الحوار والمناقشة حول التصنيفات، إيش الإجراءات أو إيش المعايير اللي تقوم عليها وكيف تختلف من جامعة من منطقة إلى منطقة أو من إقليم إلى آخر. وإن شاء الله رح يعني هذه أول لقاء، بس رح يكون في لقاءات في دول مختلفة في المنطقة. وتهدف القمة إلى تسليط الضوء على القضايا المتعلقة بتصنيف الجامعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإلى مساعدة مجلة التايمز للتعليم العالي لوضع أسس جديدة لتصنيفها العالمي لجامعات الشرق الأوسط. أعتقد نحن في منطقة الخليج وبصفة خاصة في قطر قطعنا أشواط واسعة كبيرة في السنوات أو في العقدين الماضيين، وأعتقد اللي ساعد كثير من الجامعات وخاصة من ضمنها جامعة قطر أن مستواها يرتفع في التصنيف هو الصراحة الدعم اللي تقدمه الدولة للبحث العلمي. والجدير بالذكر أن عدداً من أهم المؤسسات الاقتصادية في دولة قطر ساهمت برعايتها للقمة، كشركة قطر للبتروكيماويات المحدودة قابكو والبنك التجاري وبنك قطر الوطني، وذلك إدراكاً من الجامعة وهذه المؤسسات على حد سواء لأهمية التكامل والتعاون بين القطاع الأكاديمي وسوق العمل، مما يصب في صالح تنمية المجتمع. شفنا مشاهدينا وياكم التقرير اللي يتحدث عن اللي هو الفعاليات في قمة الجامعات اللي أقيمت. دكتور حسن، احنا ودنا في البدايه يعني تعرفنا ومشاهدينا عن الهدف من اقامه مثل هذه القمه. اي نعم، في خلال السنوات الاخيره صار في اهتمام اكبر من الجامعات في موضوع تصنيف الجامعات. نعم. وهناك اكثر من تصنيف. نعم. عالمي موجود، ولعل من أكثر التصنيفات للجامعات اعتماداً اللي هو تصنيف مجلة التايمز للتعليم العالي. نعم. وهذه المجلة العلمية بدأت هذا الموضوع من تقريباً من 14-15 سنة، وبدأوا أو حبوا يبتدون في تصنيف جديد أيضاً خاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. جامعة قطر استضافت هذه القمة بالتعاون معهم، والهدف من الموضوع من إقامة اللقاء أو المؤتمر هو التعرف على إيش احتياجات المنطقة وإيش معايير التصنيف المناسبة اللي تناسب منطقتنا إحنا، يعني مقارنة بالمناطق الأخرى. صحيح. على مستوى العالم. نعم. دكتور، يمكن هذه المرة الأولى اللي ينعقد فيها المؤتمر في دولة عربية خاصة في الشرق الأوسط. إحنا نتكلم عن قطر وبالخصوص جامعة قطر، شو الإضافة اللي يضيفها هذا المؤتمر لجامعة قطر وأيضا لدولتنا الحبيبة قطر؟ إحنا الحمد لله يعني الجامعة بدأت من أكثر من 10 سنوات في إعادة ترتيب الجامعة وفي كثير من الأمور، فاهتمينا اهتمام داخلي على على, على لا في البداية اهتمينا في البرامج الأكاديمية اللي تقدمها الجامعة وأهمية حصلت على بعض الاعتمادات الأكاديمية. بالضبط. نعم، حصلنا على مجموعة من الاعتمادات الأكاديمية. صحيح. وأيضا ركزنا على نوعية مخرجات الجامعة. جميل. وربطها بسوق العمل ومدى احتياجات مخرجات الجامعة بسوق العمل، فهذه كان تركيزنا في المرحلة الأولى في إعادة الهيكلية اللي صارت في الجامعة. وبعد ذلك أيضا أضفنا اللي هو موضوع البحث العلمي كخطوة ثانية، وبدينا نبني قدراتنا داخل الجامعة من مختبرات بحثية، من برامج أكاديمية وبرامج ماجستير ودكتوراه في هذا الجانب وغيرها من الأشياء الأخرى. والحمد لله الحين نعتقد أن احنا وصلنا مرحلة متقدمة أن احنا نبني أيضا علاقاتنا مع المنطقة كلها، وأيضا نعرف الناس بجامعة قطر في الخارج، وعن طريق مثل هذه المؤتمرات
اللي يحضرونها يعني على سبيل المثال حضر القمة أكثر من 15 رئيس جامعة. أنا توني بسألك عن عدد المشاركين في المؤتمر وأهم الدول المشاركة. إيه نعم، تقريبا معظم الدول العربية شاركت في المؤتمر. المشاركين شارك أكثر من تقريبا 200 مشاركة كانت، وهناك أيضا أكثر من 15 رئيس جامعة شاركوا معنا في القمة هذه، وأيضا من دول عديدة اللي حضروا حتى من أوروبا وأمريكا ومن شرق آسيا ومن أستراليا، فكانت مشاركة. والطرح اللي طرح الصراحة كان يعني كثير جيد، والناس استفادت من الخبرات اللي 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 كانت موجودة على القوة. هي دكتور بيض الله، يمكن دكتور العديد من يعني لو شفنا في مختلف أنحاء العالم هناك العديد من التصانيف المختلفة وتعتمد على أكثر من معيار. لو تحدثنا عن مؤسسة التايمز للتعليم العالي، هذه المؤسسة اللي أقمت بالشراكة معها هذا المؤتمر لتصنيف الجامعات، ما هي أبرز المعايير اللي تعتمد عليها من خلال تصنيف الجامعات؟ في طبعا أكثر، مثل ما تفضلت، في أكثر من تصنيف، وكل تصنيف له أكثر من معيار. التصنيف الجديد للشرق الأوسط، جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اعتمد حاليا معيار واحد اللي هو نوعية وجودة الأبحاث التي تنشرها الجامعات. والحمد لله فضل الله حصلت جامعة قطر على المركز الرابع على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهذه صراحة يعني أو هذا مركز متقدم للجامعة. صحيح. وندل على شيء يدل على نوعية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وكذلك الباحثون اللي في الموجودين في الجامعة عندنا والطلبة اللي يقومون بهذه الأبحاث. طبعا من المعايير الأخرى غير موضوع نوعية وجودة الأبحاث، عدد المشاريع البحثية وعدد الأبحاث التي تنشر، عدد براءات الاختراع التي تسجل، نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس، مدى رضا جهات العمل عن خريجين الجامعات، أيضا سمعة الجامعة محليا ودوليا، وكذلك تنوع الطلبة مثلا جنسياتهم، وتنوع أيضا أعضاء هيئة التدريس. فكل هذه معايير مثلا التصانيف يحط في الاعتبار اللي هو عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز نوبل على سبيل المثال. ما شاء الله، الله يوفقكم. دكتور، أنا أحد الأشياء اللي أنا فخور فيها باسمي وباسم صباح إن احنا خريجين هذه الجامعة. الحمد لله احنا نفتخر فيكم. اللهم لك الحمد. فطلبة جامعة قطر هذا هم الحين قاعدين يقدمون البرنامج. سفراء ما شاء الله للجامعة. هاي بفضل الله لوثهم جهودكم يا دكتور. احنا بنتكلم دكتور على أهم المستجدات اللي تخص البحث العلمي. احنا الحمد لله كانت المرحلة الأولى مثل ما ذكرت قبل قليل اللي هو بناء قاعدة قوية للبحث العلمي. فعملت الجامعة على بناء مختبرات ومراكز أبحاث حديثة، أيضا توسعنا في برامج الدراسات العليا. فعلى سبيل المثال حاليا يوجد لدينا تقريبا 22 برنامج ماجستير. تم اعتماد مؤخرا برنامجين، واحد في القانون والآخر في التربية. وكذلك في القريب العاجل إن شاء الله يتم الاعتماد أيضا برامج ماجستير في الإحصاء والصحة العامة والتسويق. كذلك عندنا احنا برامج دكتوراه حاليا، أكثر برنامج عندنا أكثر شيء انتظموا فيها طلبة الدكتوراه اللي هم في الهندسة والتخطيط العمراني، وكذلك برنامج دكتوراه في البيولوجي والبيئة. والحمد لله عندنا أيضا في القريب العاجل احنا بدأنا أيضا، تم اعتماد برنامج دكتوراه في دراسات الخليج، وفي القريب إن شاء الله في دكتوراه في الصيدلة وفي الإدارة وفي العلوم الحيوية. مع افتتاح كلية الطب اللي إن شاء الله راح تفتتح. فاحنا في توسع في برامج. طالب دكتور بعد تفضل. نبغي دراسات عليا في الماجستير في الإعلام إن شاء الله، لأن طلبة الإعلام ما شاء الله عليهم بعدد كبير يعني حتى مقبلين. صحيح. على هذا التخصص الدولة. صحيح. احنا نبغي اعلام. الدوله فيها الان اكثر من خيار. صحيح. في ايضا جامعه حمد بن خليفه وجامعات المدينه التعليميه، والحمد لله اللي متاح للمواطن القطري وللطلبه القطريين من جامعات بتعليم عالي ونوعي غير متاح لاي طالب في. صحيح. في العالم حقيقه. صحيح. هذه الصراحه بفضل جهود الله عز وجل ثم الدوله. عندنا ايضا احنا نمينا نمو كبير الحمد لله في انتاجنا البحثي، يعني خلال 5 سنوات كل سنه ننمو بمعدل تقريبا 38% عن السنه اللي قبلها. ما شاء الله. اون افريج يعني هذا بصفه عامه. ميزانيه البحث العلمي حاليا
الأبحاث اللي تديرها الجامعة ويدورونها ويقوم بها الباحثون وأعضاء التدريس تعادل تقريبا 225 مليون دولار العام الماضي. فقط حصلت الجامعة على تمويل بحثي بقيمة 68 مليون دولار ما شاء الله. هذا كله فضل الله عز وجل ثم الرؤية الحكيمة لسمو الأمير وللمجلس الأعلى للتعليم ولمؤسسة قطر للعلوم وخدمة المجتمع عن طريق الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي. نعم. فهذا حقيقة أهل الجامعة أنها تبوأ هذا المنصب. صحيح. المتقدم في بين الجامعات في. صحيح. المنطقة حقيقة. وإحنا نتوقع أن أيضا الجامعة إن شاء الله حتى في التصنيفات الأخرى غير هذا التصنيف في خلال السنوات القليلة القادمة أنه يتقدم أيضا. عندنا حاليا أكثر من 450 مشروع بحثي تحت التنفيذ جاري تنفيذهم. عندنا أكثر من 1200 طالب درجة البكالوريوس يعني أثناء دراستهم البكالوريوس قدموا مشاريع بحثية ما شاء الله. وهذه حقيقة استفادوا من تجارب البحوث هذه الخبرة اللي اكتسبوها إن شاء الله تنعكس عليهم في سوق عملهم وحتى إذا حبوا يواصلون في الدراسات العليا فيما بعد. إحنا كجامعة نتعاون مع أكثر من 270 جامعة حول العالم من جامعات ومراكز بحثية لتنفيذ هذه المشاريع البحثية اللي قائمين فيها. صحيح. فلدينا حقيقة مجموعة من المبادرات القديمة القريبة إن شاء الله. إن شاء الله. سوف نسعى إلى تحقيقها خلال الفترة الجاية. صحيح. إن شاء الله. دكتور قبل أن نختم معك ودنا تكلمنا على النتائج والتوصيات اللي وصل إليها المشاركين في هذا المؤتمر. إيه نعم. مجموعة من التوصيات أعتقد خرج فيها المؤتمر من ضمنها أن ضرورة ربط مخرجات سوق العمل بموضوع التصنيف. تصنيف الجامعات ومدى رضا جهات التوظيف بالمخرجات مخرجات الجامعات. هذه لابد أنها تكون من ضمن معايير التصنيف. صحيح. جودة المشاريع البحثية ومدى ارتباطها وتأثيرها على المجتمع كذلك. صحيح. فهذه من ضمن القرارات اللي أظن تبنتها مجلة تايمز. صحيح. للتعليم العالي إن شاء الله. الله يوفقكم إن شاء الله يكتب لكم فيه الخير. الدكتور حسن الدرهم نائب رئيس جامعة قطر للبحث تشرفنا في استضافتك معنا في برنامج صراحي واتمنى لكم التوفيق في الفترة القادمة إن شاء الله. كل الشكر لجهودكم لتغطيتكم لأخبار الجامعة. واجبنا الله يحفظك دكتور وشكرا بيض الله وجهك ما قصرت على القوة الله يحفظك. الله يسلمك يا مرحبا. مشاهدين نبقى في سياق الجامعات حيث نظمت جامعة حمد بن خليفة افتتاح المعرض الفني لخريجي جامعات المدينة التعليمية. تابعوا هذا التقرير للمزيد من التفاصيل. بتنظيم من جامعة حمد بن خليفة تم افتتاح المعرض الفني لخريجي جامعات المدينة التعليمية الذي يسلط الضوء على كوكبة متنوعة من الفنانين الذين أمضوا فترة زمنية من حياتهم الفنية كطلاب في إحدى الجامعات الشريكة لجامعة حمد بن خليفة. اليوم عندنا المعرض الأول لخريجي جامعات المدينة التعليمية. في عندنا 7 فنانين مشاركين بهالمعرض منهم قطريين وغير قطريين. المعرض عبارة عن مجموعة أعمال فنية مختلفة لهذول الفنانين. أنا خريجة جامعة فيرجينيا كومنولث يونيفرسيتي سنة 2011. شاركت في هالمعرض مع خريجين من جامعة كارنيجي ميلون وفي من خريجات جامعة فيرجينيا أيضا. ستايل التلوين اللي أسويه ورود أو طبيعة بس إن الطبيعة تشكيلية أو تجريدية. فنوع البينتينج ما بين التلوين الزيتي اللوح الزيتية واللوح المائية. تقدم الأعمال مجتمعة لمحة عن مدى اتساع دائرة المواهب الفنية التي ساهمت في السنوات الأخيرة في إثراء المشهد الفني في كل من المدينة التعليمية ودولة قطر على حد سواء. تابعنا معكم مشاهدين الكرام هذا التقرير اللي يتحدث عن هذا المعرض الفني اللي أقامته المدينة التعليمية. مشاهدين الكرام الآن بنروح إلى فاصل وبعد الفاصل بنتابع. المراحل اللي وصل لها أعمال بناء قاعات الأفراح في الضعاين والوكرة بإشراف من المكتب الهندسي الخاص. انتظرونا.